أعلن المتحدث باسم الوفد الرئاسي اليمني عبد الملك المخلافي الذي يقود مهمة التفاوض مع زعيم المتمردين الحوثيين في صعدة إن مهمة الوفد قد فشلت. وقال عبد الملك المخلافي إن اللجنة المكلفة في التفاوض مع الحوثيين في طريق العودة إلى صنعاء، الأمر الذي يثير مخاوف من اندلاع العنف في العاصمة. التفاصيل في هذا التقرير. باءت مفاوضات الوفد الرئاسي اليمني مع الحوثيين بالفشل، وعاد من صعدة شمالي البلاد إلى العاصمة صنعاء. وقال المتحدث باسم الوفد عبد الملك المخلافي إن الحوثيين رفضوا كل المقترحات التي قدمت إليهم، معتبرا أنهم مبيتون النية للحرب. ومن بين المقترحات استقالة الحكومة في غضون شهر مع تأسيس لجنة اقتصادية تعيد النظر في مسألة خفض دعم الوقود وتشكيل لجنة للتسريع بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار. في المقابل يزيل الحوثيون الخيام التي أقاموها في صنعاء قرب وزارات الداخلية والاتصالات والكهرباء في شارع جانبي يؤدي إلى مطار صنعاء. وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قد أطلق الاثنين الماضي تحركات احتجاجية تصاعدية في صنعاء للمطالبة بإسقاط الحكومة والتراجع عن قرار رفع أسعار الوقود، ومنح السلطات مهلة لتحقيق المطالب متوعدا بإجراءات وصفها بالمزعجة بعد انتهاء المهلة. وردا على المظاهرات التي خرجت بدعوة من الحوثيين وحصارهم عددا من الوزارات في صنعاء، جاءت دعوات لتنظيم مسيرات اليوم رافضة لمظاهرات الحوثيين وما وصفته وكالة الأنباء اليمنية بمحاولات التمرد على مخرجات الحوار الوطني وجر البلاد إلى أتون الفوضى والصراع الدموي. ويرى محللون أن الحوثيين استغلوا الغضب الشعبي بسبب خفض الدعم عن الوقود لحث أنصارهم على النزول للشارع والضغط من أجل تشكيل حكومة جديدة مع اتجاه اليمن نحو تطبيق نظام اتحادي ينقل مزيدا من السلطات للأقاليم. معنا حسن صعدي، عضو المكتب السياسي لأنصار الله من العاصمة صنعاء، ودكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بكم ضيفي الكريمين. لو بدأت مع سيد الصعدي عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله. سيد صعدي، في البداية يعني ما الذي تريدونه من الآخر؟ فشلتم أو رفضتم الكثير من المطالب ومن التنازلات التي قدمت إليكم، ما الذي يريده الحوثيون من الآخر يعني؟ يعني المسألة واضحة لا تحتاج إلى، نحن لدينا مطالب ثلاثة ذكرناها وكررناها كثيرا، وهي إلغاء الجرعة وإسقاط الحكومة الفاشلة والبدء الفوري في تنفيذ مخرجات الحوار. عندما جاءت اللجنة إلينا كانت هذه مطالبنا، لكنها جاءت وليست لديها صلاحيات، يعني لم تكن مخولة إلا بأن تضع لنا يعني عروض مغريات بأنه أن نترك هذا الأمر على أن يعني يكون هناك بدائل نعطى، وكأن الشعب لم ينزل وكأنه ليست هناك مطالب. لكن سيد صعدي، هناك اتهامات توجه لكم بأن هناك أيادي إقليمية تسيركم، المقصود فيها إيران بين قوسين، وأنتم تتخذون هذه المطالب من أجل تحقيق مآرب سياسية، منها السيطرة على صنعاء، وتستغلون الفراغ الأمني وحالة تعجز الجيش اليمني عنكم. أولا بإمكانهم أن يفوتوا علينا هذه الفرصة، إذا كنا كذلك فعلا فليفوتوا علينا هذه الفرصة بأن يستجيبوا لمطالب الشعب، لأن هذا القرار لا يمكن أبدا أن يحتمله الناس. يعني حتى لو سكتنا سينهض الشعب ويتحرك. نحن كل ما فعلنا أنه قدنا هذه المظاهرات لأننا وجدنا الآخرين كلهم قد انغمسوا في أمرها. أما أنه هناك خطر فنحن أكدنا ونؤكد أن التحرك سلمي حضاري مشروع، وأننا داخل صنعاء بإمكان أي أحد أن يأتي، مراسلكم أو أي شخص، ولينظر إلى المظاهرات، مظاهرات عارمة كبيرة لا يوجد فيها مسلحين. أما الذين على أطراف صنعاء فهم قبائل في خيامهم، وهذا وضع معروف يعني. طيب دكتور محمد جميح، لماذا الحوثيون دون غيرهم هم الذين احتجوا على هذه المطالب؟ دعني فقط أشير لبعض النقاط المهمة. مطالبهم إسقاط الجرعة، إسقاط الحكومة. عفوا، ما المقصود بالجرعة من أجل المشاهدين؟ الجرعة هي كان لدى الحكومة دعم للمشتقات النفطية. إسقاط الدعم يعني دعم، فالحكومة أسقطت هذا الدعم، رفعت هذا الدعم فارتفعت الأسعار، فكانت جرعة من الأسعار جديدة. فمطالبهم إسقاط هذه، إعادة الدعم للمشتقات النفطية وإسقاط الحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار. دعنا نأتي للجرعة.
الجرعة الحوثيين ينادون بإسقاط الجرعة، وهم الذين جرعوا الشعب ويلات الحروب على مدار 6 حروب، وهم الذين خلقوا وجعلوا لدينا الآن مخيمات لاجئين، ونحن الذين كنا نسمع عن اللاجئين عبر التلفاز والإذاعات. بالنسبة للجرعة أيضا، الحوثيون إن كانوا بهذا الحنان وبهذه الرحمة على المواطنين، لماذا يفرضون الإتاوات ولماذا يفرضون أموال صندوق الجهاد في صعدة؟ لماذا يحملون المواطنين في صعدة وفي غيرها من المناطق التي سيطروا عليها ما لا يطيقون من أجل دعم الجهاد؟ وأين الجهاد؟ جهاد بين اليمنيين على الشعب اليمني. بالنسبة لإسقاط الحكومة، يقولون هذه الحكومة فاسدة. تعال معي، الحوثيون الآن متحالفون مع تجار السلاح، وهناك تجار أسماءهم معروفة موضوعة على لوائح القوائم السوداء وطنيا في اليمن ودوليا. لا أريد أن أذكر الأسماء. والحوثيون أخذوهم وجعلوهم في مناصب عليا في محافظة صعدة، يعرفهم ضيفك من صعدة، جعلوهم في مناصب عليا في المحافظة. أكاد أتلفظ بالأسماء لكنني أحتفظ بها، وهو يعرفهم. ثم إن الحوثيين أيضا الآن متحالفون مع من انشق من من النظام الحالي وذهب إليهم، ومن النظام السابق ومن غيره، من التجار ومن المشايخ ومن القادة انضموا إليهم، وهم فاسدون. يعرف الحوثيون فسادهم. أخيرا، الحوثيون لديهم شبكات تهريب واسعة مع الفاسدين عن طريق موانئ البحر الأحمر. هؤلاء متحالفون مع الفساد، لا يمكن لجماعة فاسدة أن تنادي بإسقاط حكومة فاسدة. نعم سيد حسن صعدي، هذه اتهامات خطيرة قالها لكم الدكتور جميح. رد على أهمها من عدا الجرعة. الجرعة هذا حديث فلوس وكذا، بدنا الأشياء التي تتعلق بأمن اليمن والتجارة السلاح وترويع الآمنين وأخذ الأتاوات والفساد ومن هذا الكلام. أحيي الدكتور الجميح، وأنا متعود على هذا الطرح منه. أتمنى أن يزورنا في صعدة لينظر إلى هؤلاء التجار ويتعرف عليهم، الذين يعني طالما ردد ذكرهم وهو بعيد لا يعرف شيئا. لكن أنا أقول باختصار أنه لو كنا كذلك، يعني لو كنا بهذا الحجم من الإتاوات وضغوط وصندوق جهاد، ما خرجت هذه الجمعة. أليس لديكم صندوق جهاد؟ المناطق التي نحن متواجدون فيها هي أكثر أليس لديكم صندوق جهاد تفرضون على الناس في الإتاوات؟ أنا لم أقاطع. تكرم. أكمل سيد حسن وبعدين بيرد عليك من دون مقاطعة أفضل. تفضل سيد صادي. أنا قلت لو كانت لدينا هذه الأشياء لا 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 لما خرجت هذه الأعداد الهائلة، مئات الآلاف معنا. لأنه المناطق التي نحن متواجدون فيها بفضل الله وبحمده هي أكثر مناطق اليوم أمنا في اليمن. الطريق التي كانت فيها دائما تقطعات وأذى اليوم لم يعد فيها أي قلق على الإطلاق. المناطق التي نحن فيها تحل قضايا الثأر والقضايا، ولم يعد هناك قضية ثأر في صعدة واحدة. نسبة سيد صعدي هو لا يتكلم عن البيئة الداخلية للحوثيين أو للمناطق التي تسيطرون عليها، هو يتكلم عن استفزازكم لإخوتكم اليمنيين. حرب هنا وحرب هناك، تريدون أخذ عمران وتريدون أخذ تلك المدن وسيطرات ويعني أكل الأرض. نعم، هو فقط هو لأنه تكلم عن أنه أتاوات وغير أتاوات، وتكلم عن مسألة تجار السلاح. هذا الذي يتكلم عن أنه تاجر سلاح هو محافظ المحافظة، وهو يتعاطى مع الدولة وتتعاطى معه، وهذا شأنهم. يعني لسنا مسؤولين عنه بهذا الشكل. ثم أن الفساد الذي يتكلم عنه باختصار شديد لو سمحت، الفساد الذي يتكلم عنه أقول باختصار شديد ليس في يدي الوظيفة العامة، وليس في يدي الجيش، وليس لدينا ضابط واحد في الجيش، وليس لدي مسؤول وزاري. أنتم جيش موازي يا أستاذ حسن، في أنتم على أبواب صنعاء الدولة. ولا يستطيع الجيش أن يمضي بسبب انتشافه. لكني لا بأس، لكن أنا عندما أقول فساد أقول الأموال بيدهم، النفط بيدهم، المالية بيدهم، الإعلام بيدهم، الوظيفة العامة بيدهم، الجيش بيدهم. أين سأفسد؟ ما هو المجال الذي سأفسد داخله؟ صحيح أنا لدي يعني جماعات، لدي سلاح، أنا لا أنكر ذلك، لدي سلاح، وهناك سلاح شخصي في اليمن لدى كل المواطنين، ولكن أنا نظمته ودافعت به عن نفسي لأنه وجهوا علي 6 حروب، وقد خرجنا من مؤتمر الحوار باعتذار من الدولة تعتذر لصعدة عن 6 الحروب. لو كنا فيها معتدين هذه نقطة في غاية الأهمية. سيد صعدي اسمح لي أن أسأل عنها الدكتور جميح. عفوا، هو سأل نقطة هامة.
مش في دولة نعم. في اليمن نعم. مش في نصف مليون جندي نعم. مش في مؤسسات، مش في وزارة الداخلية وكذا، كيف يسمح لهذه الدولة بدولة موازية لها؟ كيف؟ طيب دعني أقول لمسألة الاعتذار، هذه كذبة لا ينبغي أن تقال. الاعتذار لم يوجه للحوثيين الذي كان، الاعتذار وجه لأبناء صعدة الذين فرض عليهم الحوثيون الحرب. وجه لأبناء صعدة اعتذارا عن الأطراف التي شاركت في الحرب، والحوثيون لم يكونوا من يعني لم يكونوا الضحية، إنما كانوا من الأطراف المشاركة في الحرب التي اعتذرت الحكومة الحالية عنها نيابة عن الحوثيين ونيابة عن بعض أقطاب النظام السابق. هذه نقطة. النقطة الأخرى التناقض الرهيب. يقول عبد الملك الحوثي في خطابه المتلفز الذي على إثره خرجت المظاهرات، يقول أن من المطالب إسقاط الجرعة وإسقاط الحكومة، والثالثة هي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وهذا كذب، هذه تقية سياسية، لأنه قال في الخطاب نفسه أننا خرجنا أننا المبادرة الخليجية لا تعنينا في شيء، ثم قال نحن خرجنا من أجل تنفيذ مخرجات طيب. الحوار الوطني، والحوار الوطني هو مرتكز أساسا طيب. على هذه المبادرة الخليجية، وبالتالي هذا نوع من التقية طيب السياسية، نوع من الكذب. أستاذ حسن تفضل. لا لم أكمل. الشيء الآخر أنه يقول يتحدث عن الشعب. اليوم شارع الزبيري الذي يراد له أن يتحول اسمه إلى شارع آخر، يعني مئات الآلاف خرجت فيه، غير اللي خرجوا في إب، غير اللي خرجوا في تعز. اليوم يعني لا يستطيع الأستاذ حسن أن يقول أن الذين خرجوا في شارع الزبيري طيب. أن الذين خرجوا في المطار، شارع المطار، لا يكادون يصلون إلى ربع من خرج في شارع الزبيري طيب. النقطة الأخيرة أن الشعب يقول نحن الشعب ونتكلم عن الشعب. من الذي أعطاكم تفويضا؟ أنتم جماعة مسلحة لا تتكلمون عن الشعب. هل عبد الملك الحوثي منتخب؟ هل أنت منتخب؟ هل صالح حبرة؟ هل رئيس المجلس السياسي الحوثي منتخب؟ أنتم لستم جماعة منتخبة، أنتم مسلحون طيب. تمردتم عن النظام السابق، متمردون على الوضع الحالي في الدولة، حاصرتم صنعاء في 48، حاصرتم صنعاء في 87، واليوم في 2014 تحاصرونها، هذه الحقيقة لا غير. طيب. حسن صادق تفضل. باختصار يعني يا أخي الجماح، يعني لا داعي لكل هذا الحماس، نحن إخوة يمنيون في النهاية. لكن أقول عندما طالبنا بالمطالب هذه الثلاثة لم يخرج مسؤول يمني واحد ينكرها، وهذه رسالة للأخ الجماح ولغيره. لو كانت مطالب غير محقة لخرجوا وأنكروها، لم ينكروها أبدا ولا يجرؤون على إنكارها، لأنهم يعلمون أنها جرعة ظالمة وأن مخرجات الحوار لم تنفذ. لم ندعى يا أخي، خرجنا من مؤتمر الحوار ونحن مكون أساسي فيه، ولم ندعى أبدا. طيب النقطة الثانية، نقطة تمثيل الشعب ولا في غيره، ولم نشرك في مؤسسة. النقطة الثانية تمثيل الشعب، نحن الشعب الآن في الشارع وهو بمئات الآلاف، وفيه المؤتمري والإصلاحي وغيره، إذا كان فليخرج إليه. إذا أنكر الشعب أننا معه أو أننا، فمن حقه أن يقول ما شاء. أما كوننا الاعتذار جاء لصعدة، فنحن الحامل السياسي لقضية صعدة، وقد شركنا في الحوار على هذا الأساس، وكان الاعتذار واضح وأجمع عليه اليمنيون. نحن في النهاية نقول مطالبنا إن كانت محقة فسنصل، وإن لم تكن فسنخسر، وهذا هو الرهان، والرهان على الشعب، وسيعلم الجماح وغيره هل كنا نزايد أو لا، وهل كنا محقين أو لا. وأنا أعتقد أن المسألة قريبة والأيام ستثبت ذلك بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك حسن الصعدي، عضو المكتب السياسي لأنصار الله، كنت معنا من العاصمة اليمنية صنعاء، والشكر موصول للدكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا هنا في الاستوديو، والضيفان أبناء اليمن. شكرا جزيلا لكما. ملفات متواصلة في بعد قليل. كتائب إسلامية ليبيا تتهم مصر بالتدخل عسكريا في ليبيا والسيسي ينفي.